ملامح تشي بحال جسد أرهقه المرض. هو ليس مشهداً لأحد الأدوار التي أدتها الفنانة فتيحة نسرين في مسلسل درامي أو كوميدي، ولكنه واقع مرير تحدتها بكل ما أوتيت من صلابة من أجل مواجهة المرض. نظن واش ما مديت للفن والثقافة، حتى اللي عندها عامين شوية تحبست من اللي درت عملية جراحية شوية صعيبة. نقول باللي كما تعاملت أنا إن شاء الله معهم يتعاملوا معايا. فنانة اللي قدمت حياتها للفن وما بخلت في حتى حاجة باش تعطيها للفن، قد ما نصيبوا العبارات وقد ما نصيبوا الجمل ما عطولهاش ما نفولهاش حقها. السيدة اللي تعطي لك توجور الأمل، السيدة اللي تعطي لك توجور التفاؤل. فنانة عطت حياتها كامل للفن، للسينما، من كل نوع تاع الفن. نطلب من الوزارة ماذا بها تتكفل بها. القائمون على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبعد اطلاعهم على الوضع الصحي الحالي للفنانة، تنقلوا إلى منزلها العائلي للإطمئنان على صحتها والبدء في إجراءات التكفل بها في إطار الصلاحيات الموكلة إليهم. تغطية كل المصاريف، تحويل الطبيب للأدوية، وحتى يعني يكون فيها أجهزة ليطلبهم المريض هذا. الديوان عبر صندوق الاجتماعي نتاعو اللي متكون يعني من مساهمات هاد الفنانين والمؤلفين. على سلامتكم. على من راكم تحمسوا؟ جينا نعالجوا الطبيب. الطبيب ما يخدمش هنا، روحوا للسبيطار. وعيانه ماهيش هنا. عيانه ماشي طبيبة. انت خدمتك بوليس؟ بوليس؟ إيه؟ أنا الكوسير جل هنا. ورغم تجاهل السلطات الوصية لحالتها الصحية الحرجة سابقاً، إلا أن الفنانة فتيحة نسرين تستبشر خيراً من وعود الديوان بالتكفل بها، وتأمل ألا تكون مجرد كلام تذروه الرياح.